يمضي عشرات السوريين ليالي رمضان في مقهى قديم في العاصمة دمشق، حيث يستمعون إلى قصص تاريخية قديمة، ويروي حكواتي بزي عربي تقليدي قصصا تاريخية مثل قصة عنتر بن شداد. ويتحمس كثير من رواد مقهى النوفر للحكوات لدرجة أن أحدهم يتردد على المقهى من 40 سنة مضت بشكل يومي ليسمع قصص الحكوات. وخلط طوله بالعمر في الوهن قضي عليه ورفعه بقوة ساعديه وزنده وأقدامه، وقد حلت به الخسارة. عام العشيرة الأمير عنتر من أمير شداد، وهو ينشد ويقول: صلوا على طه الرسول. Thank you.